ولتعليقي على موضوع سفينة الحرية القادمة من بريطانيا، ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن رئيس اللجنة التنسيقية لمسيرة العودة زاهر براوي. مرحبا بك معنا أستاذ زاهر. أنباء عن سفينة جديدة لكسر الحصار عن غزة انطلقت من بريطانيا، لو تطلعنا أكثر عن السفينة والمشاركين فيها ومسار السفينة. هذه السفينة هي جزء من السفن التي انطلقت من شمال أوروبا قبل 3 أسابيع تقريبا، ووصلت قبل يومين إلى أمستردام العاصمة الهولندية. واليوم صباحا تفرقت هذه السفن الأربعة، هي سفن صغيرة وقاربين شراعيين مع هذه السفن. توجهت السفينة الأولى وهي سفينة العودة باتجاه جزيرة جيرزي البريطانية، ومنها ستبحر مباشرة إلى ميناء ليروشيل الفرنسي. أما السفينة الأخرى وهي التي تفضلتم بذكرها وهي سفينة الحرية، فتتوجه مباشرة إلى ميناء في بريطانيا هو ميناء برايتون، حيث سيكون هناك عدد من الفعاليات في كل من هذه الموانئ التي تتوقف فيها. أما القاربين الشراعيين فقد تحركا باتجاه مدينة روتردام الهولندية، وذلك عبر الأنهار، وستتابع من هناك إلى بروكسل العاصمة البلجيكية، ثم إلى فرنسا، ثم تلتقي مع السفن الكبيرة في إسبانيا. إذن هي رحلة طويلة ولكنها وسفن صغيرة، ولكن رسالتها السياسية والإنسانية رسالة كبيرة. وهناك ترافقها حملات توعية بمعاناة غزة وحملات إعلامية وضغط سياسي على الجهات الفارضة لهذا الحصار والجهات الساكتة على هذه الجريمة التي تمارسها دولة الاحتلال بحق أهلنا في قطاع غزة. هذه الجهود تتوافق وتكمل جهود أهلنا في قطاع غزة وفي فلسطين عموما، جهود المقاومة بأشكالها المختلفة، وخاصة مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار، والتي نأمل أن تسير بكسر هذا الحصار بإذن الله عن أهلنا. لأنه فعلا آن الأوان لكسر هذا الحصار، لأنه يشكل جريمة بحق الإنسانية وبحق أهلنا في القطاع. نعم سيد زاهر، يعني هل من تخوفات لديكم لا سيما بعد اعتقال سلطات الاحتلال للسفينة التي انطلقت من غزة؟ يا سيدي، اعتقال أو سحب السفينة واعتقال من عليها ليس أمرا غريبا على الجيش الاحتلال الإسرائيلي. فهذه الدولة مارقة على القانون ولا تراعي حقوق الإنسان. يمكن أن تلاقي السفن الصغيرة التي نركبها عبر البحار والمحيطات، يمكن أن تلاقي نفس المصير، ولكن نحن نحاول أن نشكل حالة ضغط بعد حالة التوعية التي نحدثها في المجتمعات الأوروبية للضغط على الدول الأوروبية التي تسكت على هذه الجريمة وعلى هذا الحصار، لعلها تحول دون نفس المصير لهذه السفن وتتمكن من الوصول إلى قطاع غزة لتوصل رسالتها رسالة الحب والتضامن والسلام والأمل للشعب الفلسطيني بإنهاء الحصار وإنهاء الاحتلال. يمكن أن يتم اعتقال المتضامنين وسحب السفن، ولكنهم مهيئون جميعا لمثل هذا السيناريو، وهم مستعدون لبذل الغالي والنفيس من أجل القيم التي يؤمنون بها، ألا وهي قيم الحرية لكافة الشعوب بما فيها الشعب الفلسطيني. نحن نعتقد أن هذه الجريمة، جريمة الحصار، لابد من جهود تتضافر على المستوى الشعبي والمؤسساتي والرسمي من أجل إنهائه، لأن مثل هذه السفن الصغيرة تشكل عاملا أساسيا في كسر الحصار، ولكنها لا تحييه، لأنه عبارة عن قرار سياسي فرضته دول قوية في المنطقة ودول كبرى في العالم. نعم سيد زاهر، مع هذه الفعاليات بماذا تفسر فتح معبر رفح الذي بات شبه يومي تقريبا في الفترة الأخيرة؟ سيدي، فتح المعبر شيء إيجابي، وهو الأصل أن يكون هذا المعبر مفتوحا بشكل دائم. الشكل الاستثنائي الممزوج غير المقبول على المستوى الفلسطيني والعربي والرسمي والمصري أيضا، هو أن تقوم السلطات المصرية بإغلاق هذا المعبر، فتظهر للمواطنين وللعرب جميعا وللفلسطينيين خصوصا، تظهر بأنها مشاركة في هذا الحصار على قطاع غزة. الأصل أن يتم إغلاق هذا المعبر لأي حال من الأحوال، كيف وهو الحالة التي يعيش قطاع غزة هي حالة إنسانية تقتضي أن تفتح كل المعابر لها.
نحن نعتقد أن الضغط الذي شكلته مسيرات العودة الكبرى وسفن كسر الحصار وغيرها من فعاليات المقاومة الشعبية والسلمية والتي تنذر بتفاعلات أكبر ربما جعلت القيادة المصرية ولا أستبعد أن يكون ذلك بالتنسيق مع دولة الاحتلال الإسرائيلي تحاول امتصاص نقمة وغضب الشارع الفلسطيني وخاصة إخواننا وأهلنا في قطاع غزة بمثل هذه الحركات. لكن نحن نطمح ونأمل أن تعي الحكومة المصرية والنظام المصري أن واجبها القومي والوطني والإنساني أن يبقى هذا المعبر مفتوحا. نعم، السيد زاهر براوي رئيس اللجنة التنسيقية لمسيرة العودة كان معنا من لندن، شكرا جزيلا لك.